طيب السؤال 51 يتصنف performance section C dot 2 transfer pricing. ماشي، بيقول لك الشركة تمام. دي جايب لك رغي كتير وبيقول لك ايه المينيمم ترانسفير برايس ما بين القسمين. ماشي، طبعا احنا في وسط الشرح قلنا قواعد عامة، قلنا ان البايع على جثته يبيع بأقل من الفاليو variable cost. اللي على جثته، يقول لك مع السلامة. والمشتري مستحيل يدفع اكتر من اللي ينفع يشتري منه الماركت سوق. برايس. تمام مش الحل، دي قواعد تمام اساسيه، دي واحد زائد واحد يساوي اتنين بالنسبه لك. هو هنا بيسالك على المينيمم. طيب بيقول لك الشركه ديت مينتينز المانيفاكتشرنج ديفيجن، بينتج سيركيوت بورد واسمبلي ديفيجن ذات بروديوسز فاينل برودكتس. المهم كارنتلي ذا مانيفاكتشرنج ديفيجن عنده كباستي كفايه ان هو يصنع اديشنال 5000 وحده. تمام قال الماركت اكزيست، خلي بالك ذا ماركت برايس فور وان سيركيوت بورد 80 دولار والكوست عشان خاطر تبيعها 10 دولار. تمام الفيكس كوست بير يونت للصناعيه 15 والفاريبل 50. الاسمبلي ديفيجن بلانز اللي هو يشتري 4500 بورد، يعني واقعين في الخمس تلاف. السيربلس كباستي بتاعه البياع، يعني مش تمام هيفقد كونتريبيوشن مارجن. المانجمنت اوف ذا اسمبلي ديفيجن ثينك ذات ات كان بيرشيز فروم ذا مانيفاكتشرنج ديفيجن، بس يكون بسعر بلور برايس سينس بوث ديفيجنز ار اخوات. الاثنين اخوات، فالمفروض الشركه تبيع لي تمام بحاجه كويسه. فايه المينيمم ترانسفير برايس ما بين المانيفاكتشرنج ديفيجن والاسمبلي ديفيجن؟ variable cost. طبعا الفاريبل كوست، على جثه البياع ابيع لك اقل من ايه؟ من variable cost. انت جاي تخسر، انت معايا ولا ضدي؟ ماشي تمام الحال، تمام الاجابه طبعا